ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هردبشت. هوندا قاطرة ومقطورة. المهم أنه 20-30 صفحة ما بيكفيك لحتى تقدر تمخمخ على موضوع الزمور، كما أن المساحة لن تسعفنا كي نقول أن الناس تستخدم الزمور في الحالات الطارئة، خاصة إذا كان الشخص الذي تنبهه ليس إنسانا أو جمادا. فالإنسان من الإشارة يفهم، والجماد لن يسمعك مهما زمرت، يعني حيوان. والحيوانات أنواع، فهناك الكلاب التي تقف على طرف الطريق وما أن تقترب حتى تركض وراءك وهي تنبح فتزمر ضاحكا إمعانا في تهيجها وأنت تمشي. على مبدأ الكلاب تنبح والقافلة تسير، هي سهلة. لكن الصعبة أن يظهر لك حمار في منتصف الطريق وهو يقول لك ادعسني بليز، وانت ما لك مصلحة بدعسه. ممكن تقلب إذا دعسته، وفي أفضل الأحوال رح ينتزع مراءك ويضيع وقتك في إسعافه والحزن عليه وعلى رفراف سيارتك اللي تطعوج، فتزمر عساه ينجو بذيله. لكن لا مناص وما في خلاص، الزلمة واقف لك حابب يربط مصيره بمصيرك، حابب ينجمع معك بقصة حتى لو كان فيها حتفه. قمة المتعة عنده هي أنه تتجمع الحمير حواليه وهو عم يلفظ أنفاسه الأخيرة سعيدا ويقول أنه دعستني سيارة. وأيضا ما يكون بالطويلة، فإن راكبي السيارات ليسوا بأحسن، خاصة شوفير الهوندا الصغيرة الخفيفة اللي بيركب زمور شاحنة قاطرة ومقطورة، يعني من زمور الهواء المعروف. فتكون ماشيا بأمان الله، فإذا بصوت زمور هوائي هادر خلفك فترتعد أوصالك وأنت تتخيل شاحنة ضخمة وراءك ستصعد الرصيف وتدعسك، وما أن تلتفت حتى تجد أن الذي خلفك مجرد هوندا، هونداي، سوزوكي، فتضحك من نفسك وتفكر أنه خيال الهوندا على مين كان عم يضحك، عليك ولا على حاله؟ هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان دركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريا.